خلال نشاطاته العديدة، التقى سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الروم الأرثوذكس في عمان كهنة المطرانية، كما التقى معلمي التربية المسيحية في الأردن. وبعد ذلك توجه سيادته إلى كاتدرائية البشارة بعمان، حيث ألقى محاضرة روحية قيمة أكد فيها على ضرورة العمل الإيماني الصادق، وذلك خدمة للكنيسة والرعاية. إلى التفاصيل. ضمن عمله الرعوي المميز في الكنيسة الأرثوذكسية، التقى سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الروم الأرثوذكس في عمان كهنة المطرانية في اجتماع شهري أقيم في النادي الأرثوذكسي بعبدون. بدأ اللقاء بالصلاة والبركة، تلاه محاضرة روحية ألقاها قدس الأب إبراهيم دبور، تطرق خلالها في الحديث عن الأهواء والأفكار الشريرة التي تحارب أبناء الله خلال أيام الصوم المقدس. محاضرة اليوم كانت حول الأفكار والأهواء الشريرة، خصوصا قبل الصيام، كيف يستطيع الإنسان أن يتحرر من أهوائه ومن أفكاره الشريرة، شو علاقة الفكر بتنقية الذهن أو تنقية القلب، لأنه في الأرثوذكسية الاعتراف والتوبة لا يتم إلا بتقدم الإنسان روحيا من مرحلة التنقية إلى مرحلة الاستنارة ثم التأله بالنعمة طبعا. وبالتالي يا أخوان، العملية ليست هي فقط أن تنطق بخطاياك، وإنما أن تزيل جذورها التي هي الأهواء والشهوات من داخل الإنسان. وألقى المطران عطلة كلماته الروحية للآباء الكهنة، موصيا إياهم أن يهتموا بأبنائهم في الرعاية ويكونوا منصتين لهم على الدوام. وهدف الاجتماع هو أنه يكون في عنا تواصل مباشر مع الآباء الكهنة من كل مناطق المملكة، حتى نقدر دور الكاهن يكون فعال وحي في رعاية نفوس أبنائنا الروحيين في كل المناطق، ضمن استراتيجية واضحة ببعد رعائي روحي لنهضة الكنيسة. كمان نتطرق لمواضيع روحية في النقاش ومواضيع إدارية، حتى يقدر أنه الكاهن يكون على اطلاع في كل ما يدور بداخل المطرانية والبطريركية والكنيسة الأرثوذكسية بشكل عام، حتى يقدر يكون ينقل هذا الشيء لأبناء الرعية كمان. وكمان هون بيكون دور إرشاد مني كمطران للكهنة على كل الملاحظات اللي أنا بسمعها من الرعاية، لأني بسمع كثير أشياء في الكنائس ومن الرعاية، فبالتالي بيكون في كلمات توجيهية روحية إرشادية للأباء حتى ينتبهوا، وما يكون أي واحد منا سبب عثرة لنفوس الناس، حتى نقدر إنه نقود الناس للمسيح للخلاص من خلال عمل سليم بأسرار الكنيسة وحياة الكنيسة. يهدف هذا اللقاء الشهري لبث روح الأخوة بين الكهنة والتطرق للحديث حول التحديات والمصاعب وإيجاد الحلول لها. وفي ذات السياق، التقى صاحب السيادة المطران خريستوفوروس بجميع معلمي التربية المسيحية في النادي الأرثوذكسي عمدون، حيث تضمن اللقاء الذي حمل عنوان أنت مهم كلمة لسيادة المطران أكد فيها على أهمية دور المعلم وعمله في إيصال الإيمان المسيحي للطلبة، وأهمية خدمتهم الموازية لعمل الكنيسة في التعليم المسيحي، حيث أن معلم التربية المسيحية هو منارة يتطلع إليها الطلاب ويقتدوا بها في السلوك والكلام والتصرفات. يعني المقصود بهذا المثل أنه مش لازم نسمح لأي ظرف من الظروف أنه نمس القدوة اللي نحن حاملينها. يعني القدوة مهم أنه ما نحطمها في ضمير أبنائنا. ثاني إشي، لازم نهتم على نقل المعلومة الصحيحة لأبنائنا، المعلومة الصحيحة اللي هي، وهذا بتطلب منا تخصيص وقت للمطالعة الروحية. وأهم من المطالعة الروحية هي صلاتنا. إذا نحن ما كان في عنا حياة روحية، يعني ما كان عنا صلاة، ما منروح على القداس الإلهي وما منتناول وما منعترف، طب كيف منا ننقل المسيح للآخر؟ ما بتقدر. فاقد الشيء ما بقدر يعطيه، وإن كنت بروفيشنال في إدائك للمعلومة. يعني لو كنت فائق لهذول والكل بسمعك والكل متفوق، ولكن المهم إنه، وأنا هذا اللي بدنا إياه، واحد من أهداف اللقاء، إنه مهم إنه نوصل ابننا لحضن أسرار الكنيسة بالتحديد،
كما وضع سيادته المعلمين في الاستراتيجية التي تتبعها المطرانية في نهضة الكنيسة بجميع مؤسساتها، بما فيها المدارس التي تقع في أولويات سياسة المطرانية. ثم قدم المهندس خليل وهاب عدة حلقات تحدث خلالها عن الأساليب العلمية للتعامل مع الشخصيات المختلفة، كما قاد حلقات نقاشية أعطى فيها المجال للمعلمين لإبداء آرائهم والتحدث عن التحديات اليومية التي يواجهونها وقصص النجاح التي يحققونها يومياً. واستكمالا لنشاطات سيادته الرعوية والروحية في كافة مناطق المملكة، ترأس سيادته خدمة صلاة المسامحة والغفران بمعاونة لفيف من الآباء الكهنة في كاتدرائية البشارة للروم الأرثوذكس في العبدلي، حيث تأتي هذه الخدمة قبل البدء باليوم الأول من الصيام الأربعيني المقدس. وخلال الصلاة ألقى المطران عطلة كلمة روحية لأبناء الرعية، تحدث فيها عن الصوم الأربعيني ولذته لأبناء الكنيسة، حثنا المؤمنين على عيش حياة الطهارة في هذه الأيام المقدسة وأن نواظب على الخدمات المقدسة التي تمنحنا إياها الكنيسة. واختتمت الصلاة بتلاوة سر إفشين المسامحة من فم سيادته، وتبادل الجميع التصافح باليد بأجواء امتلأت بالفرح. خلوا شوية حبايبي، شكرا لفتح مبارك.